يا عرب يا عرب، تتباهون بالملايين والدولارات ونسيتم أن لكم عربيات في المعتقلات، أنسيتم أن لكم عربية مهجرة في الأقصى والمخيمات، فأنا يمنية عراقية وأخواتي سوريات فلسطينيات. نسينا النوم في المضاجع، نسينا النوم في المضاجع بالليل، وأصبحنا من بيوتنا مشردات. فقدنا البيت والابن والزوجة ونمنا على الطرقات. وأين أنتم؟ وأين أنتم يا عرب الدولارات؟ فكيف تنسون عربية نادت؟ آه يا عرب شرفي، آه يا عرب شرفي، فشرفي شرف عربيات، فشرفي لا يداس ولا يهان، فنحن مسلمات. هل يأتي يوما وتصحون من سباتكم يا عرب الدولارات، يا عرب الدولارات؟